عشان كده من اول حاجة قلنا يا جماعة احنا بنستهدف ان هي التجارة تبقى مقروءة من الدولة. يعني لما نيجي نقول في القانون الجديد اللي احنا كنا بنتكلم اللي احنا حاليا بنناقشه، واعتقد ان دي من المواد اللي الكل اجمع على اهميتها، الفاتورة وجوبية والسعر ثابت، السعر الشامل. بمعنى الوضع الحالي بتيجي حضرتك بتقول له عايز فاتورة، بيقول لك هديك فاتورة، هحط لك كان ال 10% أصبحت 14% ضريبة القيمة المضافة. القيمة المضافة. فبتقول له لا، فدي كلها معاملات بتخرج عن نطاق نظر الدولة. لا، ده احنا بقى بنتكلم على ايه دلوقتي؟ على ان القانون بيقول هتبقى لو البدلة دي موجودة في الفاترينة يبقى السعر اللي محطوط عليها ده السعر شامل الضريبة. الضريبة. يبقى لما تتباع يبقى الدولة هي المسؤولة انها تروح تاخد من التاجر اللي هي قيمة القيمة المضافة اللي موجودة فيها.